بعد توقف للعمل زاد على 10 سنوات لمشروع ملعب الناصرية الأولمبي، وزير الشباب والرياضة يوقع عقدا مع شركة أورجر جروب التركية لإكمال الملعب، وبكلفة بلغت 60 مليار، وبمدة إنجاز قوامها 2 سنوات. ويشمل المشروع إضافة إلى الملعب سعة 30,000 متفرج، ملعبين للتمرين وفندق. بعد يعني فترة طويلة من هجران هذا الصرح بهذا النقص المؤلم والمؤذي، أنا لي هذه المدينة أن ترى هذا الصرح ينمو من جديد كما لو كانت هناك زهرة ينتظرها تنمو شيئا فشيئا. الشركة المنفذة أكدت حرصها التام على الالتزام بكافة بنود العقد لتسليم المشروع ضمن المدة المحددة وبالمواصفات المطلوبة، والشركة عدة تجارب لمشاريع أنجزتها داخل العراق. نهتم بشكل كبير لإنهاء المشروع وكافة المرافق الملحقة به طبقا للمواصفات التصميمية، وسوف ننجز مهمتنا على أكمل صورة. كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مراحل العمل ستكون مراقبة بكل دقة، ولن تسمح الوزارة بأي تأخير بعد التنسيق بينها وبين الحكومة المحلية في المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لمنع حدوث أي عراقيل. اقترحنا أن يكون التوقيع في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، والسيد الوزير استجاب لهذا الطلب شعورا منهم بأهمية هذا المنشأ وأهمية محافظة ذي قار. وينتظر لمرحلة استئناف العمل هذه أن تكون كفيلة بإكمال هذا الصرح الرياضي، هذا المشروع الذي طال انتظاره ومر بمراحل توقف كثيرة. من الناصري، أحمد يونس، العراقية الإخبارية.